AN بالعربي موقع تقني عربي متخصص في التطوير البرمجي الاحترافي مع الأستاذ أحمد ناصر أحمدناصر.com. أهلا وسهلا بكم، هنا أحمد ناصر من سلسلة تطوير الذات. كيف يغير التفكير الإيجابي حياتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. إذا أردت أن تنجح يجب أن تغير الطريقة التي تنظر بها إلى العالم. هناك هذه الدائرة التي وضعها الدكتور إبراهيم الفقير رحمه الله، تلخص لك مبدأ أو دائرة المعتقد، العاطفة، الفعل، النتائج. كل إنسان له طريقة خاصة في التفكير، وهذا التفكير ينتج عن معتقدات أنت وضعتها لنفسك، فاعتقاداتك تتحول إلى أفكار، والأفكار تتحول إلى أفعال، والأفعال كلما تكررت وأعيدت تتحول إلى عادة تمارسها. يعيش الإنسان في دائرة من المعتقدات والعواطف والأفعال والنتائج. فالاعتقادات تحدد العواطف التي تشعر بها تجاه موقف معين، حيث أن عواطفك تخبرك باعتقادك تجاه كل موقف. العاطفة هي نتيجة الاعتقاد، هي التي تحدد ردة فعلك وتصرفاتك تجاه موقف معين، وتصرفك وفعلك تجاه الموقف المعين هو نتيجة الاحتكاك المباشر مع الأشخاص أو المواقف، والذي تحدث نتيجته النتائج. فالنتائج إما أن تكون سلبية أو إيجابية طبقا لتصرفاتك وأفعالك. التوقعات والحقيقة. لنأخذ مثالا بسيطا عن تأثير التوقع أو المعتقد على يومك أو على حياتك. لنأخذ مثالا طالب مدرسة في الصف الأول ذهب إلى المدرسة ودرس ودخل في الصف وأخذ الدرس واستلم علامة الامتحان وذهب إلى المنزل. في المنزل دخل على والديه، عرض ورقة الامتحان على أمه. أمه قالت له: لماذا أخذت 8/10 في الامتحان؟ أنت غبي. ذهب إلى أبوه، أبوه قال له: أنت غبي، لماذا 8/10؟ لماذا لم تأخذ 10/10؟ ذهب إلى أخوته، قالوا له: أنت غبي. فهو قال لنفسه: نعم أنا غبي، الجميع بحكوا عني أنا غبي، فأنا غبي. فنتيجة غرس المعتقد داخل رأس هذا الطفل زرع شعورا داخليا لديه بأنه فعلا غبي، لأن الجميع يتحدث عنه بأنه غبي. لكن ماذا لو غرسنا المعنى الإيجابي لهذا الطفل؟ لو قلنا له: أنت أخذت 8/10، ممتاز، ويمكنك أن تحصل على علامة 10 أو 9/10 في المرة القادمة. فزرعنا المعنى الإيجابي. لنأخذ مثالا آخر على مندوب مبيعات. تعرفون أن مندوب المبيعات يجب أن يكون بارد الأعصاب لكي يصل إلى مستوى معين من المبيعات. في أحد الأيام هذا الشخص لديه اعتقاد قوي، ومن خلال احتكاكه مع الزبائن قدم إلى 10 زبائن في صباح يوم، وكان منهم زبونين سيئين في التعامل معه.
فهو اعتقد بشكل قوي أنه تعرض للرفض من قبل بعض الزبائن ومعاملة سيئة، وأنه نتيجة لذلك هذا اليوم يوم شؤم وهو يوم سيء، وهو غرس عقيدة الاعتقاد السيء أنه أن ذلك الحدث حدث له 10 مرات، فقرر أن يصبح عصبيا وقلق وظل يفكر في مرات الرفض والزبائن ووجع راسهم زي ما بنحكي، وأن هذا اليوم سيكون يوما سيئا. وبالفعل بدأ يشعر بالتوتر والخوف، ويظهر التوتر على حركاته وتصرفاته وصوته العالي، ويفقد الثقة في نفسه، وبدأ الزبائن يشعرون بتصرفات هذا المندوب للمبيعات، وهذا بالأكيد سيعكس على المبيعات وعلى الجودة التي سيقدمها هذا الموظف. فبالفعل من اعتقاده السلبي تحول ذلك إلى شيء فعال، وبالحقيقة نعم كان يوما سيئا وخسر العديد من الزبائن ولم يحقق المبيعات المرجوة. وهذا بشكل أساسي مثال لكيفية تأثير المعتقد الخاطئ، أو دعنا نقول المعتقدات الخاطئة التي تؤدي إلى الفشل. التعلق بالمعتقدات الخاطئة، يجب أن تعود نفسك على المعتقدات الإيجابية التي ستجعل مستقبلك أفضل وأكثر إشراقا، وأن تحاول التخلص من المعتقدات السلبية التي قد تحصل عليها خارجيا أو من اعتقادك داخليا نتيجة لظروف معينة حدثت لك. فدائما فكر في إيجابية. بعض المعتقدات التي يجب عليكم أن تفكروا فيها باستمرار، كأنا دائما أعمل لهدف، لدي هدف عظيم أعيش لأجله، أتحمل مسؤولية النتائج التي تصدر عن أفعالي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أستطيع تخطي حدود تفكيري كل يوم. حاول اكتشاف نفسك كل يوم، قم بالفعل ولا تنتظر رد الفعل، اعمل الخير وارمي بالبحر زي ما بيحكوا. أتعلم من فشلي أكثر من تعلمي من نجاحي، فالفشل تجربة وليست نهاية الطريق. أتعامل مع وظيفتي بجدية، أستطيع الاستفادة من المواقف السيئة وتحويلها إلى ما يفيدني في تحقيق أهدافي. أتقبل التعليقات السلبية والإيجابية بصدر رحب، فإن كانت إيجابية فهي تفيدني، وإن كانت سلبية يمكنني استغلالها وتحويلها إلى ما يفيدني. أستطيع السيطرة على أفكاري وردة فعلي، لأنه لا يوجد أحد في هذا العالم يمكن أن يفقدك السيطرة على أعصابك إلا بإرادتك. دائما حاول البحث عن الأشخاص المتميزين الذين يمكنك الاستفادة منهم، والذين يتمتعون بالنشاط، لكي تستفيد منهم وتبني خبراتك. فكر دائما في تطوير نفسك، وكم عليك من التقدم نحو هدفك، وما مقدار التقدم الذي أحرزته. ودائما حاول حساب نفسك على أخطائك، لا لكي تكسو على نفسك وتوبخها، وإنما لكي تستفيد منها وتبني على تجاربك. إن شاء الله تكون استفدت قليلا، وكان هناك معنى إيجابي لهذا الدرس. تحياتي لكم، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو تعليمي آخر. لعقلك البشري قدرات رائعة، أنت من يستطيع أن تخرجها، وأنا هنا في هذه السلسلة تطوير الذات سأساعدك لكي تتعلم كيف تخرج أحسن
ما عندك من قدرات ذهنية. شكرا لكم أصدقائي على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة هنا أحمد ناصر في سلسلة تطوير الذات. نشكر لكم مشاهدتكم، وإن شاء الله سنراكم في دروس لاحقة. شكرا لكم. لا تنسوا زيارتنا anbilarabi.com وتابعونا على صفحتنا على فيسبوك وتويتر واليوتيوب an بالعربي.